هذا الديوان الثاني ديالي موسوم بين حبيبات الرداد حلسة صفاء، جل قصائدي على المدينة، على المدينة اللي ترعرعت فيها اللي كبرت فيها وكنتمي ليها وأعشقها حد النخاع، كتعاني كجل المدن المغربية وداكشي كيثيرني بزاف. للأسف الظروف حكمت باش نخرج من المدينة من بعد أجل الشغال في البيضاء والزواج والاستقرار هناك، لكن هذا لم يمنع أنني مرتبطة ارتباطا قويا بمدينتي وأعشقها كما قلت حتى النخاع. يم الكتابة كانت سبب تواجدي في هذه المدينة، والأسرة ديالي اللي كنشكرهم واللي ديما كيدعموني، والأخ ديالي الشقيقي الأستاذ الفنان التشكيلي عبد الكريم الأزهر، الحمد لله هذا ما كان إلا غيعطيني واحد نفحة كبيرة من الإصرار على الصمود وعلى الكتابة وعلى الصمود على العيش في هذه الحياة البائسة. الحب إلى كل واحدة وواحد منكم. سعيدة اليوم بتواجدي في هذه اللمة الشعرية والثقافية بعد سنتين من الغياب، غياب الفعل الثقافي والأنشطة الثقافية بالمغرب بشكل عام وبمدينة أزمور المدينة الصغيرة الجميلة بشكل خاص. اليوم التقينا من أجل الالتفاء بالديوان الثاني للشاعرة مينا الأزهر ابنة أزمور وابنتها الشرعية والشعرية إن صح القول. هذا الديوان يحتفي بحاضرة أزمور وبالحنين إلى الماضي الذي عاشته هذه المدينة، ويتحصر في نفس الوقت على حاضر هذه المدينة وما آلت إليه من إهمال ومن تردي على جميع المستويات، سواء على المستويات البنيات الثقافية أو مستويات البنيات التحتية الاقتصادية. الديوان احتفاء أيضا بالأمكنة وبالأزمنة وبالناس، بالبسطاء، بالفقراء، بالمكان وبالزمان، بالإنسان بشكل خاص، كما هو التفاتة وإنصات عميق لذات الشاعرة، الذات المنهزمة والمنكسرة والتواقة إلى التحرر والانعتاق في هذا الزمن الموسوم بانتثار القيم وفوضى الأفكار وفوضى الأشياء التي نعيشها اليوم.